تتجدد مواجهات الزمالك وبلدية المحلة بعد عودة أبناء الغربية لدور الأضواء والشهرة في الموسم الجاري، حيث يتقابل مساء غد الاثنين بملعب القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من عمر مسابقة دوري نايل. ويمتلك الزمالك واحدا من أغلى ألقابه المحلية على حساب بلدية المحلة، وذلك عندما توج بلقب كأس مصر في موسم 2001-2002. 16 من يونيو كان شاهدا على تتويج الفارس الأبيض باللقب في ملعب القاهرة الدولي على حساب البلدية بهدف نظيف سجله عبد الحليم علي تحت قيادة فنية للألماني أوتو فيستر. وكان اللقب بمثابة الانطلاق الأعظم في تاريخ الفارس، حيث حصد الفريق بعده 6 ألقاب متتالية أخرى على المستويين المحلي والقاري. ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من عبد الواحد السيد ووائل الأباني ومدحت عبد الهادي وبشير التبعي وإبراهيم حسن وتامر عبد الحميد ومحمد أبو العلا ومحمد عبد الواحد وحازم إمام وحسام حسن وأحمد فيليكس، وحل من دكة البدلاء كل من خالد الغندور وعبد الحليم علي وطارق السيد.